بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ Lecture 2 من الكورس بتاعنا اللي هو بيتكلم عن الـ EPR والـ ESR Spectroscopy. المرة اللي فاتت أخدنا نبذة بسيطة عن الـ Device وعن تكوينه، الـ Main Idea اللي بيشتغل بيها والعوامل اللي بيتوقف عليها القياس. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الـ Systems اللي ممكن أقسها من خلال الـ EPR والحسابات المستخدمة أثناء القياس، وكمان هنتكلم عن أبسط الـ Systems اللي ممكن قياسها وهي الـ Hydrogen Radical System. نبدأ كلامنا بالسيستمز اللي محتاج ان انا اعمل لها دراسة بواسطة الـ EPR. زي ما وضحنا المرة اللي فاتت بان مهم ان السيستم بتاعي يكون بيحتوي على unpaired number من الالكترون، وان هو يكون عبارة عن free radical، والجهاز بيقدر يقيس عندي الـ free radical باختلاف الـ state بتاعتها، سواء كان solid state, liquid او حتى لو gaseous state. تاني نوع من السيستمز اللي ممكن ان الجهاز بتاعي يقيسها هي البوينت ديفكت. البوينت ديفكت وخاصة اللي هو النوع اللي منها عنده F center. طب ايه معنى الكلام ده؟ قالني ان البوينت ديفكت معناه ان البارتيكل بتاعي المكونة للاتس حصل بيها خلل ما. الخلل ده سواء كان باختفاء البارتيكل وهتسيب مكانها vacancy في اللاتس، او ان هو يتم استبدال البارتيكل بتاعتي ببارتيكل اخر. وفي انواع مختلفة من البوينت ديفكت، واحد تلك الانواع هو اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الاف سنتر. الاف سنتر ده بقى عبارة عن ايه؟ انا اللاتس بتاعتي ده شكلها بتتكون عندي من anionic side وcationic side. بيحصل ايه؟ بيحصل ان احد الانيونيك side بيبدأ ان هو يستبدل ويدخل مكانه الكترون، زي ما هو واضح عندي في اللاتس بتاعتي هنا، وده بشوفه ظاهر عندي وواضح خاصة في الميتال هالايدز. الميتال هالايدز زي الصوديوم كلورايد وزي الليثيوم كلورايد يعتبر عندي colorless. لما بيحصل فيهم الظاهرة دي اللي هي الاف سنتر وبيتم فيها استبدال الالكترون، بلاحظ ان هي بتديني الوان واضحة للسولت بتاعي. زي ايه؟ زي مثلا ان انا بلاقي عندي ان الليثيوم كلورايد بيتحول لونه للون البينك، فده بيدل على وجود الالكترونز في اللاتس من خلال ان هي بتستبدل عندي الانيونيك سايد. نفس الكلام برضو بشوفه واضح معايا في السولت الخاصه بالسوديوم كلورايد بان بيتحول لونها من كلرلس الى يلو. ننتقل بعد كده للسيستم الثالث اللي هو بيتكلم معايا عن الباي راديكلز. الباي راديكلز دي عباره عن سيستمز مش بتحتوي فقط على one unpaired number من الالكترون، ولكن ممكن الاحظ ان هي بتحتوي على two unpaired من الالكترون، زي ما هو واضح في الاكزامبل اللي عندي ده. ومش بس الباي راديكلز هي اللي الجهاز بيقدر يقيسها، لا كمان ممكن يقيس سيستمز عندها راديكلز اكتر من كده، زي 3 راديكلز او مور من ال 3، ممكن يبقى 4، ممكن يبقى 5، زي ما واضح قدامنا في الاكزامبلز دي الخاصه بالترانزيشن ميتلز. بلاقي مثلا ان انا عندي الكروميوم ايون في حالة اللي هو positive 3 ion، بلاقي ان هو عنده 3 numbers من الـ unpaired electron. في حالة الكروميوم positive 2 بلاقي ان هو في عنده 4 numbers من الـ unpaired electron. في المنجانيز positive 2 ion بلاقي ان هو عنده ممكن يوصل لـ 5 number من الـ unpaired electrons. وفي الـ iron بلاقي ان هو 4 number من الـ unpaired. وفي الكوبالت بلاقي ان هو عنده 3 unpaired electrons. وزي ما هو معروف بالنسبة لي ان الالكترونيك كونفيجريشن الخاص بالترانزيشن ميتالز بالذات ممكن يتغير عندي بناء على ارتباطه مع الليجند. ففي حالة لو ارتبط بالليجند ويك، فهيفضل الالكترونيك كونفيجريشن الخاص بالميتال زي ما هو واضح قدامنا، بينما لو تم ارتباطه مع strong ligand فممكن ألاحظ أن يبدأ يحصل pairing للإلكترونز، وعدد الـ unpaired electrons يا إما هيقل يا إما هيختفي. زي مثلا عندي في حالة الـ iron positive 2 أنا هنا عنده 4 unpaired electrons، لكن لو حصل interaction مع strong ligand فهلاقي ان هو هيحصل لهم pairing، فبالتالي مش هيكون النتيجة مش هيكون في عندي اي unpaired number من الالكترونز. لو رجعنا تاني لكلامنا عن الباي راديكلز وشفنا الاكزامبل اللي قدامنا ده اللي هو عنده 2 unpaired number من الالكترونز، لو جينا حسبنا لي ما يسمى بالmultiplicity M. الmultiplicity دي عبارة عن ايه؟ او الرول بتاعها بيقول ان هي equal to S plus 1.
ال S دي اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي عندي ال total span. ال total span انا عندي هنا 2 electrons، كل واحد منه عنده span ب half، ده positive half، والالكترون التاني برضو positive half، فالtotal span half plus half هيطلع عندي ب1. طب لو جيت احسب المالتيبليسيتي هتكون حاصل ضرب ال2 times 1 اللي هي بتعبر عن الspan اللي انا لسه حاسباه half plus half plus 1، هتطلع عندي المالتيبليسيتي في الحالة دي 3 هنا معناها ان المالتيبليسيتي عندي تريبلت، وده كمان من السيستمز اللي يقدر الديفايس بتاعي يقيسها، بيقدر ان هو يشتغل وبيقدر ان هو يقيس التريبلت ستيت سيستمز اللي هم السيستمز اللي عندها 2 امبيرد نمبر من الالكترونز. والتريبلت ستيت دي ممكن تتكون معايا من سيستم في الجراوند ستيت، او حتى لو سيستم حصل له اكسايتيشن. السيستم اللي بيحصل له اكسايتيشن بيكون عندي بيبدا الجراوند ستيت ب 2 paired number من الالكترونز، بيبدا يمتص قدر من الطاقه وهيحصل انتقال لاحد الالكترونات للهاير انرجي ليفل، ومن ثم هيبدأ بعد كده الإلكترون ده يحصل له enter system crossing بمعنى ان هو هيغير الاسبان بتاعه وهينتقل عندي الى triplet energy level. وفي الحالة دي لما يكون عندي two electrons ليهم نفس الاسبان، هلاحظ ان انا عندي multiplicity بتاعتي هتتحول من singlet في ground state الى triplet في excited state. طيب لو جينا شفنا examples على systems بتحتوي على triplet state في ground state، زي عندي الـ oxygen molecule system. الـ oxygen molecule system ده عبارة عن two atoms من الـ oxygen. لما نيجي نشوف electronic configuration الخاص بالـ molecule، هلاحظ ان انا في عندي في الـ pi star في عندي هنا 2 unpaired number من الالكترونز. لو جينا حسبنا المالتيبليستي الخاصة بيها هيطلع ان هي 3. فدي كلها السيستمز اللي بيقدر يتعامل معها الجهاز الخاص بالـ EPR والـ ESR ويقدر يقيسهم. ننتقل بقى في السلايد دي الى الحسابات الخاصة بالانرجي وكمان ما يسمى بالجي فاكتور او الجي تنسور. زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت ان لو عندي اي moving charged particle هيكون عنده magnetic moment، وحس ان الالكترون عندي هو عبارة عن charged particle وقيمة التشارج الخاصة ب 9.1 times 10 to the power minus 31 kilogram، وكمان يقوم بعمل movement. الموفمنت بتاعته بتكون في شكل spinning وبيكون ليها قيمة اللي هي half، وبناء على ال spinning بتاعه كان clockwise أو anti-clockwise هلاحظ ان هو هياخد charge يا إما positive يا إما minus. في الحالة دي ممكن أقول ان الإلكترون عنده magnetic moment. الماجنتيك مومنت بتاعه هرمز له بالرمز ميو إي، والإكويشن اللي بتساعدني على حساب الميو إي أو الماجنتيك مومنت هي الإكويشن الواضحة قدامي دي. بتقولي إيه بقى؟ بتقولي إن ميو إي إيكوال ماينس بيتا جي إي إس أوبيريتر. طيب الماينس هنا دي بتعبر عن إيه؟ قال لي بتعبر عن النيجاتيف تشارج الخاصة بالإلكترون. أما البيتا فالبيتا دي ما هي إلا ما يسمى ببوهر ماجنتون، وبوهر ماجنتون دي قيمة ثابتة ممكن أحسبها من اللو اللي واضح قدامي ده، اللي هو بيتكون من إيه؟ حاصل ضرب الإلكترون charge في بلانكس كونستانت over 2 multiplied by الماس بتاعت الإلكترون، والقيمة الثابتة بتاعته بتساوي 9.274096 multiplied by 10 to the power minus 21. واليونت المستخدمة هنا هي إرج بير جاوس. بينما بقى الجي فاكتور أو بيكون لها مسميات تانية كتير زي مثلا الجي تنسور، ممكن أسميها بروبورشناليتي فاكتور، ممكن أسميها لاندا فاكتور أو السبكتروسكوبيك سبلتنج فاكتور. دي بتختلف القيمة بتاعتها
بناء على سواء انا كنت شغال مثلا على free electron بقيس الفري electron في الفاكيوم بدون وجود اي فاكتور بيأثر عليه، فهلاقي ان قيمتها قيمة الجي الخاصة بالfree electron هي جي اي equal to 0.0023. اما بقى لو كنت بقيس الجي دي لسيستم تاني سواء كان الراديكال اورجانيك او انورجانيك او كان الترانزيشن ميتال، هلاقي ان قيمة الجي دي بتختلف. يبقى الجي اي دي قيمة ثابتة للسيستم وبتختلف باختلافه. وعندي كمان الاس اوبريتور اللي هي بتعبر عن السبان اوبريتور، وزي ما هو معروف ان السبان بيكون دي two components اللي هو ms يا اما positive half يا اما بminus half. طيب نيجي دلوقتي للcalculations الخاصة بالenergy وكمان الg factor، ازاي ان انا ممكن احسبهم. لو جينا شفنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان انا لو انا عندي two degenerate spin states واثرت عليهم بincreasing magnetic field، ببدأ انا عندي في البداية مش بيأثر على الـ degenerate spin state أي magnetic field، zero external magnetic field، فبالتالي الاثنين هيكونوا degenerate بمعنى الاثنين ليهم نفس الانرجي. بينما لما باجي بأثر عليهم ب increasing magnetic field، كل ما بزود magnetic field كل ما هيزيد الـ splitting بين الـ two degenerate spin state، هيحصل ما بينهم splitting وهينتج عن الانتراكشن بين الماجنتيك مومنت بتاع الالكترون والماجنتيك فيلد. الانتراكشن ده هسميه زيمان انتراكشن، هينتج عندي اللي هو اللور spin state هسميه بيتا، وهتاخد charge minus half، ودي ليه تعتبر lower في الانرجي، لان هي بتنتج عندي من الانتراكشن بين الماجنتيك فيلد. لو انا عندي الماجنتيك فيلد اتجاهه كده، الالكترون هيكون الماجنتيك مومنت بتاعه في نفس الاتجاه، فالاتنين parallel لبعض، فده هيقلل من الانرجي. بينما عندي الهاير انرجي spin state ان انا هسميه الفا، وهياخد charge positive half، الفاليو بتاعته positive half، هلاقي ان هو higher في energy. ليه؟ لان انا عندي لو الماجنتيك فيلد اتجاهه لتحت، هلاقي ان الماجنتيك مومنت بتاع الالكترون اتجاهه لفوق، فالاثنين انتي بارلل لبعض، الاثنين معاكسين لبعض، فده هيعلي من الانرجي بتاعتي. طيب لو جيت احسب قيمة الانرجي لكل spin state من دول سواء للبيتا او للالفا، هحسبها ازاي؟ قال لي ان الانرجي ما هي إلا حاصل ضرب الماجنتيك مومنت في الاكسترنال ماجنتيك فيلد. وأخلي بالي إن في الحالة دي الإكويشن بتاعتي هيكون فيها نيجاتيف تشارج. طيب الماجنتيك مومنت زي ما احنا ذكرنا في السلايد اللي فات إن هي الإكويشن اللي بتعبر عنها اللي هي دي اللي هي ماينس جي إي بيتا إس، والإكسترنال ماجنتيك فيلد بتاخد اليونت بالجاوس. هعوض عن الميو اي بالقانون بتاعها، وهتطلع ان حاصل ضرب الميو اي في الاتش جي اي بيتا ام اس اتش. واخلي بالي ان انا عندي هنا الاي بالبوزيتيف تشارج، لان انا القانون بتاع الانرجي فيه هنا نيجاتيف والقانون بتاع الميو اي نيجاتيف، وحاصل ضرب النيجاتيف في نيجاتيف فهتديني بوزيتيف تشارج. وزي ما هو معروف في الكوانتم ميكانكس ان انا ممكن اعوض او اعبر عن الانرجي بهاملتونيان اوبريتور اللي هو بالشكل ده، وهيكون عندي ان الهاملتونيان اوبريتور في الحاله دي هسميه ايه؟ هسميه زيمان هاملتونيان اوبريتور. طب ليه زيمان؟ ان زي ما احنا قلنا ان الانتراكشن بين الماجنتيك مومنت بتاع الالكترون اللي موجود في السبان ستيت وبين الاكسترنال ماجنتيك فيلد ده بنسميه ايه؟ بنسميه زيمان انتراكشن. فبالتالي الهاملتونيان اوبريتور اللي بيعبر عن الانتراكشن ده هسميه ايه؟ هسميه زيمان هاملتونيان اوبريتور. زيمان هاملتونيان اوبريتور اللي هو الاتش اوبريتور ايكوال بيتا جي اي اس اتش. طيب نرجع بقى للقانون بتاعنا بتاع الانرجي العادي جدا اللي هو ده، وانا عندي فيه ms component. ms component حيث ان انا عندي two spin states، واحده ال ms بتاعتها ب minus half والتانيه ال ms بتاعتها ب positive half. فلو جيت احسب الانرجي لكل واحده منهم، هلاقي ان ال e للالفا قيمه الانرجي للالفا بلاقي ان هي بتساوي عندي جي اي بيتا اتش ال ms بتاعتها ب positive half. اما لو جينا لل e
الانرجي للسبين ستيت بيتا بلاقي ان هي بتساوي جي اي بيتا اتش ماينس هاف. لو جينا وانا بعرض السامبل بتاعتي الانكريزنج ماجنتيك فيلد هلاقي ان بيحصل عند نقطه معينه بيحصل كوينسيدنس او بيحصل ريزونانس بين الاكسترنال ماجنتيك فيلد والماجنتيك مومنت الخاص بالالكترون، الاثنين هيكون ليهم نفس القيمه تقريبا. ففي تلك الحاله الاثنين لما يكون الالكترون والاكسترنال ماجنتيك فيلد الاثنين ليهم نفس القيمة هيبدأ ان الالكترون يحصل له transition، هيبدأ الالكترون ينتقل من lower spin state ويروح للhigher spin state وهيتغلب على difference في الانرجي بين two spin states دول اللي هو الدلتا E. الالكترون هيمتص قدر من الطاقة هيساعده للانتقال من lower spin state ويروح للhigher spin state. مقدار الطاقة ده اللي هو ايه؟ الدلتا اي. طب لو انا عايز احسب الدلتا اي، الدلتا اي اللي بتساوي الانرجي بتاعت الابر سبين ستيت ماينس الانرجي بتاعت اللور سبين ستيت، الابر سبين ستيت اللي هو الاي للالفا ماينس اللور اللي هو اي بيتا، يبقى الدلتا اي ايكوال اي الفا ماينس اي بيتا. هعوض بقى عن قيمة الاي للالفا ان هي عبارة عن جي اي بيتا اتش بوزيتيف هاف، بينما الاي للبيتا جي اي بيتا اتش ماينس هاف. هاخد الجزء ده والجزء ده common factor، هيتبقى عندي جوه البراكت الكبير ده positive half minus minus half. طب minus في minus فهتديني positive charge، فبالتالي بقى عندي positive half plus positive half، يعني البراكت ده كله هلاقي ان هو equal to 1. يعني الدلتا E لو انا عايز احسبها احسبها من ايه؟ GE beta H. وزي ما احنا كنا واخدين قبل كده ان الدلتا اي ممكن اقول ان هي بتساوي عندي اتش نيو. طيب لو انا بقى عايز اجيب قانون بيعبر عندي عن الجي، الجي تنسر او الجي فاكتور، هجيبه ازاي؟ قال لي ان انا ممكن استخدم التو تيرمز دول اللي هو الترم ده وده علشان استخدمهم واحسب الجي بان انا هجيبها في طرف لوحدها، وهقول ان اتش ميو اوفر بيتا اتش ده القانون اللي انا ممكن استخدمه علشان احسب الجي زي ما هو واضح قدامي. طيب الاتش هنا دي بتعبر عن ايه؟ قال لي دي بتعبر عن بلانكس كونستانت اللي هو ليه قيمه 6.626 تايمز 10 تو ذا باور ماينس 34 جول تايمز سكند، والفريكوانسي اللي هي النيو وبتاخد اليونت جيجا هرتز، والبيتا زي ما احنا ذكرنا قبل كده ان دي بتعبر عن بوهر ماجنتون وده كونستانت فاليو، والاتش اللي هي الاكسترنال ماجنتيك فيلد بالجاوس. طيب الاحظ حاجه ان انا لو جيت بسيط في الايكويشن بتاعت الجي هلاقي ان انا عندي هنا الاتش اللي هي بلانك كونستانت والبيتا اللي هي بوهر ماجنتون الاثنين ليهم قيم ثابته، فممكن ان انا اعوض عنهم في القانون، اعوض عن القيم الثابته دي هلاقي ان انا هيطلع عندي في البسط القيمه اللي موجوده قدامي دي اللي هي 0.71447 times 10 to the power 3، ده حاصل قسمه ال H على البيتا، وهتكون مضروبة عندي في الميو بالجيجا هرتز ومقسومة على البيتا الاتش سوري بالجاوس. وخلي بالي في بعض الكتب بتكتب الماجنتيك فيلد السيمبل بتاعه اتش، وكتب اخرى بتكتب ان السيمبل بتاعه بيم، مفيش اي اختلاف بين الاثنين. والريزونانس فيلد او النقطة اللي بيحصل عندها ترانزيشن للالكترون بتكون عند ماجنتيك فيلد بسميه بيتا نود. خلي بالي بس من النقطة دي، القيمة بتاعت الماجنتيك فيلد اللي بيحصل عندها ترانزيشن للالكترون دي بسميها بيتا نود. وعند البيتا نود بلاحظ ان انا الجهاز بتاعي بيطلع لي جراف زي ما هو واضح قدامي هنا. الجراف ده بيكون عبارة عن كيرف كده بين الابزوربشن وبين الفيلد بتاعي. بعد كده ممكن الاقي ان لو حسبت الفيرست ديريفاتيف عندي، الفيرست ديريفاتيف للابزوربشن مع الفيلد هيطلع عندي سيجنال بالشكل ده. دي السيجنال النهائيه اللي بتطلع لي اثناء قياس اي عينه في جهاز الاي بي ار والاي اس ار. طيب مكان بقى الجي فاكتور بيكون موجود فين في السيجنال دي؟
قال لي ان انا في حالة لو السيجنال بتاعتي سيمتري زي ما هو واضح قدامي، بلاقي ان انا عندي الجي فاكتور موجودة عندي بالظبط في منتصف السيجنال، اللي هو النقطة اللي بتقسم السيجنال بتاعتي الى نصين، هي اللي هي النقطة دي، هي دي اللي هلاقي موجود عندها الجي الخاصة بالسيستم بتاعي، وده في حالة لو السيجنال بتاعتي كانت سيمتري، وهنا حس انها وان سيجنال، فبالتالي النقطة دي هي اللي بتقسم عندي السيجنال الى نصفين متساويين. طب في حالة لو السيجنال عندي السيستم بتاعي طلع تو سيجنالز زي ما هو واضح قدامي، ونعتبر مثلا التو سيجنالز دول سيمتري، الاثنين زي بعض بالظبط، هلاقي ان انا عندي الجي اي بتاعتي او الجي الخاصة بالسيستم هتكون في النص بين تو السيجنالز دي اللي هي هنا بالظبط، يبقى هي دي الجي بتاعتي. يبقى في النهاية المطلوب مني ان انا اعرف ان القانون ده هو ده القانون المستخدم لحساب الجي فاكتور. وزي ما احنا ذكرنا المرة اللي فاتت ان القياس بتاع الجهاز بتاعي بيتوقف على حاجتين، الحاجتين دول اللي هما ايه؟ اللي هما الفريكونسي والماجنتيك فيلد، وده اللي واضح قدامي من القانون اللي قدامي ده، ان الجي بتعتمد على كل من الفريكونسي وكمان على الماجنتيك فيلد. نيجي بقى دلوقتي لطريقة تانية لحساب الجي فاكتور. ممكن قال لي ان انا استخدم لحساب الجي فاكتور ما يسمى بالستاندرد سامبل. الستاندرد سامبل دي بيكون ليها مواصفات معينة. ايه هي المواصفات بتاعتها؟ اولا ان هي تكون عندي فري راديكال زي ما هو واضح قدامي هنا، وان هي تكون تاني حاجة كيميكالي انيرت يعني مش سهل تفاعلها مع اي انالايت، والنقطة الثالثة ان هي تكون ستيبل حتى في وجود الاير، ما بتتفاعلش مع اي نوع من الجازز. دي المواصفات الخاصة بالستاندرد سامبل. طيب، واحد الامثله المعروفه عن الستاندرد سامبلز المستخدمه في الاي بي ار والاي اس ار هو ما يسمى بالواحد واحد داي فينايل تو بكرايل هيدروزايل فري راديكال اللي انا برمز له بالرمز دي بي بي اتش. ولو جيت قست الاي بي ار للستاندرد سامبل بتاعتي وللسامبل اللي انا محتاج اقيسها، هلاقي الدلتا اي في الطرفين هلاقيهم ان هم متساويين. طيب هعوض عن الدلتا اي، هلاقي ان الجي بيتا اتش الخاصه بالستاندرد ايكوال الجي بيتا اتش الخاصه بالسامبل المراد قياسها. طيب لو انا جيت بصيت هنا هلاقي ان في عندي في الطرفين بوهر ماجنيتون، وبوهر ماجنيتون اللي هو البيتا يعتبر عندي قيمة ثابتة، فبالتالي يمكن حذفه من الناحيتين. هلاقي ان انا هيتوقع عندي ايه؟ هيتوقع عندي الجي ستاندرد multiplied by الاتش ستاندرد equal الجي للسامبل multiplied by الاتش سامبل. انا مطالب مني حساب ايه؟ الجي للسامبل، فبالتالي ممكن ان انا اجيبها في طرف لوحدها زي ما هو واضح قدامي هنا، وهقسم الطرف الاخر على ال H للسامبل. فبالتالي الحساب الجي للسامبل ما هو الا حاصل ضرب الجي بتاعة الستاندرد اللي هي بتكون قيمة معروفة بالنسبة لي في الماجنتيك فيلد الخاصة بالستاندرد، برضو دي بتكون قيمة معروفة بالنسبة لي، ومقسوم على ال H للسامبل اللي هي الماجنتيك فيلد اللي هيحصل عندها ترانزيشن للإلكترون، ودي بعرفها من القياسات الخاصة بالجهاز، وبالتالي ممكن ان انا احسب الجي للسامبل بسهولة جدا. استنتج من كده ان انا عندي في طريقتين ممكن استخدمهم لحساب الجي بتاعتي. زي ما احنا قلنا في السلايد اللي فاتت ان انا ممكن استخدم القانون الاولاني ده اللي هو h mu over beta h، وممكن اعوض كمان عن ال h اللي هو بلانكس كونستانت وبوهر ماجنيتون بالقيم بتاعتهم، وهيطلع عندي ان القانون ده بيساوي 0.71447 times 10 to the power 3 في الفريكوانسي، قيمة الفريكوانسي على القيمة الخاصة بالماجنتيك فيلد. او ممكن استخدم القانون الاخر اللي احنا لسه مستنتجينه من شوية، ان انا عندي الجي للسامبل ايكوال جي للستاندرد تايمز الاتش للستاندرد ومقسومة على الاتش للسامبل. لو جينا دلوقتي نتكلم شوية عن الجي فاكتور، قال لي ان الجي فاكتور ما هي الا قيمة ثابتة.
الجي فاكتور قيمة ثابتة للسيستم. لكن اللي بيختلف عندي واللي بيتغير دايما هو الفيلد فور ريزونانس، القيمة بتاعت الماجنتيك فيلد اللي بيحصل عندها ترانزيشن للإلكترون اللي احنا سميناها البي نود. هي دي القيمة اللي بتتغير وبتختلف عندي باختلاف الفريكوانسي الخاص بالجهاز، زي ما احنا ذكرنا المرة اللي فاتت ان انا في عندي باندز مختلفة للقياس اللي هي دي بـ بـ بتتقسم عندي من الـ L band S, X, K, Q, W. كل واحدة منهم ليها قيمة للفريكوانسي خاصة بيها زي ما هو واضح قدامي، وكل ما بيتغير الفريكوانسي كل ما ده هيأثر عندي على الدلتا اي اللي هو الفرق في الانرجي بين التو سبين ستيتس. لان زي ما هو معروف بالنسبة لي وزي ما احنا قلنا من شوية ان قانون الدلتا اي بيساوي اتش ميو، فهلاقي ان انا في عندي كل ما تزيد قيمة الفريكوانسي كل ما هيزيد قيمة الدلتا اي. فلو جيت مثلا قارنت بين الاكس والاكس باند والكيو باند، لو جينا شفنا هنا عند الاكس باند هلاقي ان القيمة الخاصة بالفريكوانسي ادي دي الاكس، هلاقي ان قيمة الفريكوانسي 9.5 والدلتا اي بيكون بالشكل ده، او ده الدلتا اي زي ما هو واضح قدامي هنا. الدلتا اي يعتبر صغير مقارنة بالكيو باند. الكيو باند اللي هو عنده قيمة الفريكوانسي هنا 35 وقيمة الفريكوانسي هنا 9.5، لكن الدلتا اي في الاكس صغيرة مقارنة بالدلتا اي في الكيو. ومع زيادة الفريكوانسي بيزيد الدلتا اي، وكمان ده بيزود عندي من القيمة من الماجنتيك فيلد اللي بيحتاجها الالكترون علشان يعمل ترانزيشن من اللور سبين ستيت للهاير. فلو جينا شفنا قيمة البي نود في حالة الاكس باند هلاقي ان هو 0.35، اما قيمة البي نود في حالة الكيو باند هلاقي ان هي 1.28. والاحظ حاجة هنا ان قيمة البي نود اللي ظاهرة قدامي دي أثناء تطبيقها على الجي الخاصة بالفري إلكترون اللي هي الجي بتاعتها خاصة بتساوي 2. ولو لاحظت هنا ان انا عندي البي نود دي أثناء قياسها بالجاوس، لكن القيم اللي موجودة معايا هنا في الجراف بلاقي ان هي مختلفة شوية، لان هنا قياسها تم بالتسلا. والعلاقة بين الجاوس والتسلا هي ان الجاوس equal 10 to the power minus 4 تسلا. وممكن برضو احول من الجاوس الى الملي تسلا هلاقي ان الجاوس equal 10 to the power minus 1 تسلا. واخلي بالي من حاجة ان الجاوس يونت تعتبر يونت اقل من التسلا. طيب ايه بقى اهمية الجي فاكتور بالنسبة لي؟ قال لي الجي فاكتور دي بتساعدني علشان لما بقيس الـ EPR بتاعت السامبل بتاعتي بتعرف منها على، ممكن تساعدني في التعرف على نوع الميتال وكمان على الاكسديشن ستيت الخاصة بيه، على السبان ستيت بتاعته، وكمان على الانفايرمنت اللي موجودة حوالين الميتال بتاعي. لو جينا بقى دلوقتي نتكلم عندي عن السنسيتيفيتي، قال لي ان السنسيتيفيتي بيتوقف على 3 عوامل. اولهم هو ماكسويل بولتزمان ديستريبيوشن، وده بينص على ان لو انا عندي السيستم بتاعي بيحتوي على 2 انرجي سبين ستيتس، واحد منهم هيكون هو اللور في الانرجي فهرمز له بالرمز ان لور، والاخر هو الابر في الانرجي فهرمز له بالرمز ان upper. مهم بالنسبة لي ان انا يكون عدد الامبيرد نمبر من الالكترونز في ال N lower اعلى من عدد الامبيرد نمبر من الالكترونز الموجود في ال N upper، وده بيساعد على ان انا يحصل عندي absorption بشكل كبير من ال lower energy spin state لل higher. معنى كده ان انا هيكون في عندي مساحة لاستقبال الكترونات جديدة في ال N upper. وماكسويل بولتزمان ديستريبيوشن بيقولني ان انا مش هيتم عندي ترانزيشن للالكترون بعد امتصاصه لقدر من الطاقة الا في حالة ما اذا كان عدد الالكترونات في ال N lower اعلى من ال N upper، بحيث ان تكون الريشيو بتاعتي ان هي ال N upper على ال N lower بتكون اقل من الواحد الصحيح. لكن لو كانت عدد الالكترونات في ال two states متساوي ساعتها هيكون الريشيو بتاعتي
بتاعتي equal to 1 وساعتها مش هيتم الترانزيشن بتاع الالكترونات بتاعتي. وممكن اعبر عن ده من خلال الريليشن اللي موجودة قدامي ان ال n upper على ال n lower هتساوي exponential function e to the power minus ال e لل upper minus ال e لل lower على ال kb مضروبة في ال t. طيب ال n upper زي ما ذكرنا ان دي عبارة عن عدد الالكترونات ال paramagnetic electrons اللي موجودة عندي في ال upper energy state، بينما ال n lower دي عندي عبارة عن عدد ال unpaired electrons اللي موجودة عندي في ال lower energy state. ال kb ما هي الا ثابت بولتزمان، بولتزمان كونستانت قيمة ثابتة، وال T دي عبارة عن التمبريتشر بتاعتي بالكلفن. طيب لو أنا عندي طرح الانرجي للأبر ماينس الانرجي للأور، ده هنا فرق في الطاقة اللي هو دلتا E. وزي ما احنا قلنا ان الدلتا E يا إما بتساوي H ميو أو ان هي بتساوي GE بتا H. كنا درسنا قبل كده في الرياضة ان انا عندي لو اي exponential function e to the power اي اس ممكن اقول ان هي بتساوي واحد ناقص او زائد الاس على حسب اشارة الاس. فانا عندي هنا e to the power minus x هتساوي 1 minus x. نفس الطريقة دي ممكن اطبقها في الريشيو بتاعتي اللي هي بتاعت بولتزمان. هقول ان ال n upper على ال n lower ممكن بتساوي 1 minus GE beta H على KB في ال T. طيب انا مطلوب دلوقتي ايه؟ مطلوب مني ان انا اقلل عدد الالكترونات في ال n upper وازودها في ال n lower. طيب من الايكويشن دي هلاحظ ان انا عندي الماكسويل بولتزمان ديستريبيوشن بيقول لي ان الريشيو بتاعه ال n upper على ال n lower بتتوقف عندي على حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ هتتوقف عندي على الماجنتيك فيلد، وكمان هتتوقف عندي على التمبريتشر، بينما بقيت العوامل ما هي الا كونستانت سواء الجي فاكتور او بوهر ماجنيتون او كمان بولتزمان كونستانت. لو جينا بقى لاحظنا علشان ازود السنسيتيفيتي بتاعتي من خلال التمبريتشر هيكون مطالب مني ان انا اقلل من التمبريتشر علشان ازود من السنسيتيفيتي او ازود كمان عندي من الابزوربشن بتاعتي. والتمبريتشر بتاعتي ممكن ان انا اقللها بحيث ان هي توصل استخدم عندي الليكويد نيتروجين اللي هي التمبريتشر بتاعته 77 كلفن، او باستخدام عندي الهيليوم اللي هو التمبريتشر بتاعته 4.5 كلفن، وده هيساعد عندي على ان يزود الفرق في الالكترون ديفرنس بين التو ستيتس الان ابر والان لور، وده اللي انا محتاجاه. طيب معنى ان انا زودت عندي الفرق في الالكترونات بين التو ستيتس، معنى كده ان انا هلاحظ ان السيجنال اللي ظهر عندي في الجهاز الشاربنس بتاعتها بتزيد. ده المقصود بالشاربنس، هنا حصل السيجنال شاربنس وهنا حصل السيجنال برودنينج. كل ما زودت فرق الالكترونات بين التو ستيتس هلاقي ان الشاربنس عندي بتزيد. معنى كده ايه؟ ان الساتوريشن للـ n upper بالالكترونات بتقل، بينما لو فرق الالكترونات عندي ده قل معناه ان انا هيحصل عندي ايه؟ هتظهر عندي السيجنال برودنينج، ومعنى كده ان انا حصل عندي ساتوريشن بشكل كبير في ال n upper بالالكترونات. وانا دايما محتاج ان انا السيجنال بتاعتي تظهر بالشكل الشارب، لان ده هيقلل من النويز اللي ممكن تظهر معايا وهيزود وهيعلي من السنسيتيفيتي بتاعتي. طيب ده بالنسبه لتاثير التمبريتشر على السنسيتيفيتي. نيجي بقى للتاثير بتاع الماجنتيك فيلد على السنسيتيفيتي. لو لاحظنا هنا هلاقي ان انا عندي السنسيتيفيتي هتزيد كل ما هيزيد عندي الماجنتيك فيلد. يبقى انا دايما بشتغل على ان انا اقلل من التمبريتشر وازود من الماجنتيك فيلد علشان ازود من السنسيتيفيتي بتاعتي. محتاجين بس نلاحظ حاجه سوا، ان انا عندي دايما السنسيتيفيتي بتتوقف على الانتجريتد انتنسيتي. الانتجريتد انتنسيتي دي ما هي الا الاريا اندر ذا كيرف. فلو شفت انا عندي هنا الكيرف ده عباره عن ريليشن بتكون بين الماجنتيك فيلد اللي هو بي وهنا الانتنسيتي، الاريا بنيث ذا كيرف هتكون في الشكل ده
أكبر من الشكل ده. يعني هنا الشكل البرود بلاقي إن الأريا كبيرة مقارنة بالشورت. أنا دايماً علشان أزود من الانتنستي محتاجة إن السيجنال اللي ظهر معايا تكون بالشكل الشورت. قال لي في حالة الconcentration اللي هو تاني عامل بيأثر عندي على السنسيتيفيتي، أنا دايماً محتاج إن أنا أقلل من الconcentration علشان أوصل بالسيجنال اللي هي تكون شورت. فبالتالي كل ما زودت الconcentration كل ما هيزيد الarea under the curve، أو كل ما هيزيد الـ integrated intensity وهتديني broadband. إنما لو قللت الـ concentration هتظهر عندي الـ intensity بتاعتي الـ integrated intensity، أو هتظهر معايا الـ signal بتاعتي بالشكل الـ short. يبقى ده تاني factor بيأثر عندي على الـ sensitivity. لو جيت شفت الـ factor التالت اللي أنا بسميه الـ microwave power. الـ microwave power علاقته مع الـ area beneath the curve علاقة عكسية. ان انا عندي الانتنستي بلاحظ ان هي inversely proportional مع السكوير بتاع الباور، مع الباور سكويرد. فهلاحظ ان انا كل ما الباور بتاعي يزيد كل ما هلاقي ان البرودنينج عندي كمان بيزيد، وده دليل على ان الساتوريشن بتاعتي زادت. بينما كل ما الباور بتاعي بيقل بلاقي ان الشاربنس عندي بتزيد، معنى الشاربنس زادت ان البرودنينج قل، وكمان ان الساتوريشن عندي قلت. دي الثلاث عوامل اللي بتأثر معايا على السنسيتيفيتي. نيجي دلوقتي نتكلم عن ابسط السيستمز اللي انا ممكن ادرسها من خلال الـ EPR اللي هو الهيدروجين راديكال. الهيدروجين راديكال زيه زي الاكزامبلز اللي احنا كنا بنقولها قبل كده لسيستم بيحتوي على 1 الكترون. ومن المعروف بالنسبه لي ان الهيدروجين بيحتوي على 1 unpaired الكترون، معنى كده ان الالكترون ده هيكون موجود عندي في degenerate spin state، ده في غياب اي external magnetic field، وهيكون ليه value يا اما positive او بماينس هاف، وكمان هيكون عنده magnetic moment ميو اي. لكن لما نطبق عليه external magnetic field هلاقي ان هيحصل عندي splitting للspin states دي. وفي حالة لما يكون عندي الالكترون in resonance مع الراديو frequency هيبدأ يحصل transfer للالكترون ده وهينتج عنده signal. السيجنال بتاعتي هتكون عبارة عن one peak زي ما هو واضح قدامي في الشكل ده. لكن experimentally وجدوا ان الجهاز مش هيطلع لي one signal، مش هيطلع لي one signal. one signal دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الترانزيشن من اللور الى الهاير spin state. لقوا ان الجهاز بتاعي هيطلع two peaks. طيب ال two peaks دي ظهورها ايه الاكسبلانيشن بتاعه؟ قال لي زي ما الالكترون لي spin خاص بيه، النيوكليوس كمان ليها spin خاص بيها. وفي الحالة الأولانية دي ما كانوش واخدين في اعتبارهم تأثير النيوكليار spin على الإلكترون spin، لكن في الحقيقة إن في interaction بين الإلكترون spin والنيوكليوس spin، والinteraction ده هيساعد إن يحصل more splitting للspin states بتاعتي. الspin states الأولانية دي بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن الإلكترون spin بس. لكن لو حطيت في اعتباري إن في nuclear spin هلاقي إن هيحصل further splitting للspin states بتاعتي. قال لي أصلاً إن الانتراكشن بين الإلكترون سبين والنيوكليار سبين بسميه hyperfine splitting. الانتراكشن ده بسميه إيه؟ hyperfine splitting. وقيمة السبليتنج دي بقدر إن أنا أحسبها من الإكويشن اللي واضحة قدامي دي 2ni plus half. طيب إيه الN وإيه الI؟ قال لي الN دي عبارة عن النمبر بتاعة الأتومز الموجودة معي في السيستم، والI ده اللي هو النيوكليار سبين اللي هيساعد نتيجة الانتراكشن بتاعه مع الإلكترون سبين هيساعد أن يحصل عندي more splitting. طيب بالنسبة لي الهيدروجين عندي هنا ده سيستم مكون من one atom اللي هي الهيدروجين، فبالتالي الN بواحد، والآي بتاعت الهيدروجين وجدوا ان هي بهاف. هعوض بقى في القانون بتاعي ان هو علشان احسب الهايبر فاين لاينز المتوقع اللي هي تظهر للهيدروجين اللي هو هيبقى 2 تايمز ال1 بلس
plus الهاف هيطلع عندي متوقع ان يظهر عندي two lines، يعني كل لاين من دول او كل ستيت من دول متوقع ان هي يحصل لها splitting الى اتنين ستيتس، ومتوقع كمان ان يحصل عندي two transitions. انا عندي الترانزيشن في الحالة الاولانية لما كنت بتكلم على الالكترون سبين بس، كان الترانزيشن من الماينس هاف الى البوزيتيف هاف لما كنت بتكلم على الكومبوننتس بتاعتي اللي هو الام اس. انما في الحالة الجديدة كل ام اس هتتقسم عندي الى تو ستيتس زي ما هو واضح قدام، وهسمي الكومبوننتس اللي ناتجة معايا ام اي. فهلاقي ان الام اس الماينس هاف هتتقسم عندي ام اي بوزيتيف هاف وام اي ماينس هاف، والام اس بوزيتيف هاف هتنقسم معايا الى ام اي ماينس هاف وبوزيتيف هاف. ومتوقع معايا ان انا يحصل عندي تو ترانزيشن، الترانزيشن الاولاني من الام اي بوزيتيف هاف الى الام اي بوزيتيف هاف اللي زيها، والترانزيشن الثاني من الام اي ماينس هاف الى الام اي ماينس هاف اللي زيها. ونتيجه لده هيطلع عندي two signals ناتج من ال two transitions اللي حصلوا معايا. زي ما احنا قلنا ان هو هيطلع عندي two identical peaks، البيكس الاثنين شبه بعض بالضبط، الاثنين symmetry لبعض، وهيكون عندي ال distance اللي بين ال two peaks دي هعبر عنها بالرمز A. ال A دي اللي هي عبارة عن ايه؟ قال لي دي عبارة عن ال hyper fine splitting constant. ولو جينا شفنا ال intensity بتاعت كل signal مقارنة بالتانية اللي انا هسميه الـ relative intensity، هلاقي ان كل واحدة الـ intensity بتاعتها 1 الى 1. ولو جينا دلوقتي نتكلم عن انتقال الالكترون سواء كان في حالة الـ electron spin فقط او في حالة الـ transition اللي ناتج عن الـ interaction between الـ electron spin والـ nuclear spin، هلاقي ان هو مرتبط بحاجة اسمها selection rule. selection rule دي هي اللي بتحدد لي ما إذا كان الترانزيشن بتاع الإلكترون بتاعي متاح أو لا، هينفع الإلكترون في الحالة دي يعمل ترانزيشن أو ما ينفعش. فهنلاقي إن أنا عندي الرول اللي بتتوقف عليها الترانزيشن في حالة الإلكترون spin هو إن يكون الدلتا MS عندي بpositive أو minus half. في الحالة دي هيكون عندي الترانزيشن بتاعي allowed. ولو جينا حسبنا عندي هنا الselection rule في الحالة دي بتاعت الهيدروجين، هلاقي إن أنا عندي minus half minus، أنا عندي الستيت التانية اللي هي البوزيتيف هاف، هلاقي إن أنا هيطلع عندي الناتج بتاع الدلتا إم إس هنا بماينس 1، فبالتالي الترانزيشن هنا يعتبر allowed. لكن لو طلع القيمة بتاعت الترانزيشن عكس كده مش ببوزيتيف أو بماينس هاف، فبالتالي هيكون الترانزيشن هنا غير متاح، هيكون forbidden. بينما بقى في حالة الإلكترون سبين والنيوكليير سبين انتراكشن، هلاحظ ان انا عندي التأثير بتاع السيليكشن رول علشان تساعد في حصول الترانزيشن، مهم ان الدلتا ام اس عندي بتكون بزيرو زي ما هو واضح قدامي هنا، ان انا عندي الترانزيشن هيحصل من بوزيتيف هاف الى البوزيتيف هاف اللي زيها، او ان الترانزيشن هيحصل عندي من الماينس هاف الى الماينس هاف اللي زيها. ولو جينا حسبنا الدلتا ام اس الدلتا ام اي هنا، سوري هي دي هنا المفروض اي، دلتا ام اي اللي فوق انا كنت بحسب الدلتا ام اس، لو جيت حسبت الدلتا ام اي هنا هلاقي ان انا عندي هاف ماينس هاف، هتطلع الفاليو بتاعت الدلتا ام اي هنا بزيرو، وماينس هاف ماينس ماينس هاف هيطلع هنا عندي الدلتا ام اي بزيرو، فبالتالي هيبقى هنا الترانزيشن في الحالتين allowed. والسيليكشن رول دي انا بطبقها على اي سيستم مش بس على الهيدروجين سيستم. لو جينا بقى دلوقتي نتكلم عن طريقة حساب الـ relative intensity الخاصة بالهيدروجين،
مع اختلاف عدد الهيدروجينز الموجودة معي في السيستم. يعني مثلا لو انا عندي السيستم بتاعي في 1 هيدروجين زي ما احنا قلنا من شوية، في حالة ال 1 هيدروجين هتكون عندي الريلاتيف انتنسيتي 1 الى 1. طب ماذا لو في حالة السيستم بتاعي بيحتوي على 2 هيدروجين اتومز، او بيحتوي على 3 او 4 او 5 او 6، ازاي ان انا ممكن احسب الريلاتيف انتنسيتي؟ قال لي ان الريلاتيف انتنسيتي، او ان انا ببدأ الاول حساباتي من خلال النمبر بتاع الهايبر فاين لاينز. النمبر بتاع الهايبر فاين لاينز زي ما احنا عرفنا ان هي القانون بتاعها ايه، القانون بتاعها 2ni plus 1. طيب في الحاله الاولانيه احنا خلاص حسبناها وعرفنا ان النمبر اوف هايبر فاين لاينز هيطلع معايا 2، فبالتالي الريلاتيف انتنسيتي 1 الى 1، لان التو سيجنالز سيمتريكال لبعض او الاثنين ايدنتيكال بيكس، فبالتالي هتطلع عندي الانتنسيتي 1 الى 1. لكن لو جينا حسبنا النمبر بتاع الهايبر فاين لاينز في حاله السيستم بتاعي بيحتوي على 2 اتومز، هيطلع عندي هنا 2 تايمز النمبر بتاع الاتومز 2 times الاي عندي ثابتة في اي سيستم بيحتوي على الهيدروجين. الاي ثابتة بالنسبة للهيدروجين، هتكون عندي half plus one، فهتطلع عندي number of hyperfine lines في الحالة دي ب 3. تمام، هو ده اللي هيطلع معي بالضبط قدامي على الجهاز. هيطلع معي 3 signals ولكن او 3 peaks، ولكن البيكس دول مش identical لبعض. طيب احسب منين بقى الريلاتيف انتنسيتي بالنسبه لكل بيك مقارنه بالتانية؟ قال لي ان انا ممكن اللي يساعدني في حسابها الريلاتيف انتنسيتي الخاصه بالسيستم اللي اقل منها في عدد الهيدروجينز. يعني هحسب الريلاتيف انتنسيتي للسيستم اللي فيه 2 هيدروجينز من خلال السيستم اللي بيتكون عندي من 1 هيدروجين بس. طب ازاي ده؟ قال لي ان انا عندي هنا ال 2 بيكس الطرفيتين هيكون ليهم نفس قيمة الـ 2 peaks للسيستم الأقل منهم، يعني البيك اللي هنا هتكون بوان والبيك اللي هنا برضو هتكون بوان. طب بالنسبة للبيك الوسطية اللي في النص دي هحسبها ازاي؟ قال لي ان هي هتكون عبارة عن مجموع الـ 2 peaks بتاعة السيستم الأقل منه، يبقى 1 plus 1 هتطلع عندي هنا بايه؟ بـ 2. طيب نشوف لو انا عندي سيستم بيتكون من 3 هيدروجين اتومز، في الحاله دي هاجي هحسب النمبر بتاع الهايبر فاين لاينز، هيكون عندي 2 times 3 times half plus 1، هيطلع عندي الريزلت معايا هنا ب 4. معنى كده ان المتوقع ان انا هيظهر عندي 4 بيكس، وده فعلا اللي هيطلع معايا، هيطلع معايا 4 بيكس. طيب احسب الريلاتيف انتنسيتي ازاي؟ نفس الكلام من خلال السيستم الاقل منه في عدد الاتومز، يعني السيستم اللي عنده 2 هيدروجينز بس، هحسب منه السيستم اللي عنده 3 هيدروجين اتومز. طب ازاي؟ قال لي ان 2 تيرمينال بيكس هتنزل قيمتهم زي ما هي، هنا دي كانت بواحد، يبقى اللي في السيستم اللي هو عنده 3 اتومز هتكون التيرمينال برضو بواحد، وهنا برضو نفس الكلام التيرمينال في السيستم اللي عنده 2 هيدروجين اتومز كان التيرمينال بواحد، فنفس الرقم بتاع التيرمينال هيكون عندي في السيستم اللي بيحتوي على 3 هيدروجين اتومز. طب ال2 بيكس الوسطيتين هحسبهم ازاي؟ هحسب الاولانيه من مجموع اللي هو ال1 بلس 2 من الجنب ده، هيطلع عندي هنا بايه؟ ب 3. طب والتانية هحسبها من ايه؟ ال 2 بلس 1 من هنا هتطلع برضو عندي بايه؟ ب 3. يبقى انا كده حسبت ايه؟ حسبت الريلاتيف انتنسيتي الخاصه بالسيستم الموجود عندي في 3 اتومز. طب نيجي للسيستم اللي عنده 4 اتومز، نفس الكلام بالظبط. هحسب اول حاجه النمبر بتاع الهايبر فاين لاينز 2 تايمز 4 تايمز هاف بلس 1، هيطلع عندي هنا النمبر بتاع الهايبر فاين لاينز ب 5، وده فعلا اللي بيظهر معايا، بيظهر عندي 5 بيكس، ولكن البيكس بتاعتي مش ايدنتيكال. طب احسب ازاي الريلاتيف انتنسيتي؟ هحسبها من خلال السيستم اللي اقل منه في عدد الهيدروجينز، فهاجي عند ال 2 بيكس الطرفيتين هتنزل قيمتهم زي ما هما. تمام، يبقى البيك الاولانيه بواحد والبيك الاخيره برضو هتطلع عندي الانتنسيتي بتاعتها بواحد. طب تاني بيك عندي والبيك اللي قبل الاخيره هحسبهم ازاي؟ بان انا هجمع هنا ال1 بلس ال3 هيطلع معايا هنا ب4، وال1 بلس ال3 في الجنب ده هيطلع معايا عندي هنا ب4. طب بالنسبه للبيك بقى اللي في النص خالص هحسبها ازاي؟ هحسبها من مجموع ال3 هنا بلس ال3،
هيطلع عندي بكام؟ 6، وهي دي الفاليو بتاعت الانتنسيتي بتاعتها. نفس الكلام هطبقه في حالة لو السيستم بتاعي بيحتوي على 5 هيدروجنز او سواء بيحتوي على 6 هيدروجنز. ومهم ان انا اكون عارف ان الطريقة دي لحساب الريلاتيف انتنسيتي مش بس بستخدمها في حالة الهيدروجين بس، ولكن ممكن ان انا استخدمها كمان في حالة لو السيستم بتاعي بيتكون من اي نوع تاني من الاتومز، وليكن مثلا نيتروجين اتومز، ولكن اخد في اعتباري ان القيمة بتاعت النيوكليار سبن اللي هي الاي اكيد هتختلف في السيستم باختلاف الاتوم الموجودة فيه او المكونة ليه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله النهاردة في Lecture 2، ونتقابل سوا في Lecture 3. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.